دكتور، عايزين ندي أمثلة على الجامعات الأهلية الموجودة عندنا في مصر وأماكن وجودها وعددها أصلا وصل لقد إيه؟ عددها دلوقتي تقريبا وصل ل27 جامعة عندنا، زي ما حضرتك قلتي جامعة العالمين والجلالة والملك سلمان وغيرها كتير جدا. الجامعات الأهلية اللي تم إنشائها طبعا أول ما بدأنا بثلاث جامعات، والعدد في زيادة مستمرة، ولاقت هذه الجامعات في منذ نشأتها إلى الآن إقبال كبير جدا من الطلاب، والطلاب يمكن حتى من ردود أفعالهم ومن الريفيو اللي بنشوفه على الطلاب اللي التحقوا بالفعل بهذه الجامعات، لا بيحصلوا فعلا على تعليم ذو طابع خاص مميز. البرامج التعليمية اللي بتقدم في هذه الجامعات برامج مميزة جدا، وبالتالي يعني في إقبال كبير جدا من الطلاب على هذا النوع من التعليم المستحدث طبعا عندنا في مصر. يعني جميل جدا. تنسيق الجامعات دي يا دكتور بيكون في إطار برضو موقع التنسيق الخاص يعني وزارة التعليم العالي اللي كلنا بندخل عليه بنسجل الجامعات، ولا الجامعات دي لها معاملة مختلفة؟ لا، هو من على نفس موقع التنسيق بس من رابط مختلف خاص بالجامعات الأهلية، وبيدخل الطالب طبعا يسجل الكليات والجامعة الأهلية اللي عايز يلتحق بها أو الجامعات بيرتبها، وبيختار الكليات والتخصصات اللي عايز يدرسها، وطبعا التنسيق بيبقى وفقا للحد الأدنى المأخوذ به في الجامعات الخاصة. يعني نفس المعدلات في الجامعات الخاصة، نفس الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة هو في الجامعات الأهلية، وبيسجل بالضبط زي التنسيق الثانوية العامة، وبيطبع بطاقة الرغبات وهكذا. ده بالنسبة للطلاب المصريين اللي حاصلين على الثانوية العامة. جميل. حابة انتقل بقى للجامعات التكنولوجية. ايه هي الجامعات التكنولوجية ولماذا ايضا سميت بهذا الاسم والدراسات فيها بتكون ايه؟ الجامعات التكنولوجية بقى تختلف طبعا عن الجامعات الأهلية، دي أكاديمية ومنبثقة من الجامعات الحكومية، لكن الجامعات التكنولوجية هي امتداد أو تطوير في إطار المنظومة اللي عملتها الدولة لتطوير التعليم الفني، واللي بدأت بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتنتهي بالكليات التكنولوجية. فالكليات التكنولوجية هي امتداد لهذا التطوير اللي حصل في التعليم الفني، ويمكن هي مهمة جدا علشان كان طالب التعليم الفني أو كان التعليم الفني عموما بيحصل على تقدير متدني بين أنماط التعليم الموجودة، بسبب أن فرصة الطالب في أنه هو يستكمل الدراسة ما بعد الدبلوم أو ما بعد المدرسة في كلية أو حاجة زي كده بتبقى ضئيلة. لا، الجامعات التكنولوجية وفرت له تعليم مهني، يعني الشهادة اللي بيحصل عليها الطالب خريج الجامعة التكنولوجية هي شهادة مهنية، أخصائي مهني. طبعا هي كمان فيها اوبشن بقى مش موجود في الجامعات الحكومية والأهلية، انه ممكن يكتفي بسنتين بس في الجامعة التكنولوجية، ويبقى كده حاصل على حاجة زي معهد متوسط او فوق المتوسط اقصد، فهنا يكتفي بالسنتين دول ويتخرج لو حابب، يعني حابب يكمل بعد كده السنتين اللي بعد كده ويبقى أخصائي تكنولوجي بعد ما بيخلص الكلية. ومش بس كده، ده ممكن كمان ان هو يستكمل الدراسات العليا ويحصل على الماجستير المهني وخلافه.